نقدم شيء من المقامات العراقية استذكارا لهذا التراث العظيم، هذا التراث اللي يترجم أحلام وأماني وتطلعات وأحزان العراقيين على مدى مئات السنين. وخير دليل على أصالة هذا التراث هو بقاء خالد لهذه اليوم، وإحنا جميعا وجودك بعد ارفع ارفع ليش انا احنا الحقيقه كل جمعنا نقدم هاي القاعه، لكن اصدقائنا في الفيسبوك يعني دائما نشبع اصدقائنا واحبائنا في كل حال. على كل حال مقام المدني المقام المدني هو فرع من مقام الحجاز ديوان الرئيسي ويقع في الشارع العام الزهيري، وهذا المقام من المقامات السجيه. Oh, good.
معان بتعني وبخلقتك جات والله ما ريده باليني بلوى فوق النخل فوق يا فوق النخل فوق التراث البغدادي الشناشين البغداديه التقاليد العراقيه البغداديه اللي تقريبا احنا مع الاسف ثابت بعض ما موجود ان شاء الله تعود بالمقام العراقي بهاي الحناجر الذهبيه ان شاء الله هذول بالمحبين المخلصين الله يسلمك بغداد باقيه فتشي ان شاء الله فتشي المحبين والاصدقاء عن بغداد ما ظل انت ليه يكون مقام به تعابير وجهك ترسم عمري تخط برمش عيونك أمري تدور بدورة وجهك حولي أدوخ بها وأشتت فكري فحيث يصير بوجهك وجهي ووجهي يريد ووجهك يغري أحاول أن أتماسك لكن يجوع جنوني فيأكل صدري فبغداد فيك تلف فراتا على كتفيها وتلبس عمري ويقفز باب المعظم طفلا على مفرداتي ويصعد ظهري وحيث يصير بوجهك وجهي آسف ووجهك يريد ووجهك يغري وحيث يلامس رأسك رأسي وحيث يشابك شعرك شعري أشم بلادي وريح بلادي وعطرا تربى هنا مع عطري الله والله مبدع التوفيق يعني انت ثابتين على اختراف البغداديين ان شاء الله التشبيه ان شاء الله احنا نقصد فيه السبوع انت ثابتين على دينهم وايمانهم ما تضل هذه الثوات يعني في هذه الموجه البناء يبقى الإنسان وهو يمتلك صوت ويمتلك لو نافذ لسحق الجميلة في الفلس بكراتها الله يسلمك شكرا لك الله الحبيب أخوان الأعزاء وفقكم يكون هذا الاسم مروان يعني خلي نثبت هذا التاريخ اليوم هاي سويش كميش وانا محمد